أدريان رابيو، كينغزلي كومان، شافي سيمونز، زائير إمري، كلها أسماء خرجت من فريق الشباب بنادي باريس سان جيرمان، ودلوقتي جه الدور على اسم جديد مصري بالمناسبة بيتم إعداده على نار هادية علشان يكون أحد نجوم الصف الأول في باريس سان جيرمان قريبا. زي ما سمعت كده، والاسم المصري الجديد ده هو ريان أبو الناي. ريان هو لاعب فرنسي من مواليد عام 2007 بالعاصمة الفرنسية باريس، من أب مصري وأم جزائرية ليها أصول مغربية. مركزه في الملعب هو صانع الألعاب. اللاعب ده بدأ مع نادي مش مشهور في فرنسا اسمه درانسي، وده فريقه الأول بيشارك في الدرجة الخامسة الفرنسية، ولكن على مستوى فرق الناشئين فدرانسي بينافس مع كبار فرنسا. وفي الموسم الماضي أبو الناي تألق مع الفريق اللي وقع في نفس مجموعة باريس سان جيرمان، وقدر أبو الناي ينهي مسابقة دوري تحت 17 سنة كتاني هدافي البطولة برصيد 14 هدف، برغم أنه مش مهاجم صريح. باريس سان جيرمان بدوره اللي كان في نفس مجموعة درانسي قرر أنه يتعاقد مع أبو الناي في الانتقالات الصيفية الأخيرة، وتم تصعيد اللاعب مباشرة للعب مع فريق تحت 19 بالنادي. أبو الناي ما ضيعش وقت كتير، وعلى طول دخل التشكيل الأساسي وأظهر قدراته، وسجل هاتريك في مرمى أولمبيك ماركوا بالدوري الفرنسي، وكمان شارك في دوري أبطال أوروبا للشباب. ودلوقتي أبو الناي تحت أنظار الجزائر والمغرب، والجامعة المغربية حاليا بتتابع اللاعب ورصداه بقوة تمهيدا لضمه لصفوف المنتخب المغربي للشباب. فهل ممكن الاتحاد المصري يتحرك ويضم اللاعب؟